السلام عليكم أه بمتتبعين ديالي في القناة كديري لباس عليكم كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله مرحبا بكم مرحبا بالناس الجداد أه لا في القناة ديالي ما تنساش الاشتراك واللايك وشفت هذاك زوينه الغزالات انتم كيف ما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم هاد الطبيعه الزوينه كنتمنى تعجبكم أه اليوم فيديو جديد ونهار جديد واليوم ان شاء الله فيديو مختلف على العاده يعني على الفيديوهات اللي مولفان كنشارك معكم البنات يعني الغزالات كنت موالفه نشارك معكم هكا شي اكله او شي شي هو في الكوزينه اليوم فيديو مختلف ان شاء الله أه غادي نشارك معكم طريقه تصدير الزيتون او طرقه ديال الزيتون بجوج طرق ان شاء الله خليكم مازال معايا الغزالات آه خليكم معايا مستمتعين معايا آه مع المنظر هذا صراحه هذه الطبيعه اللي كيستحق اننا نستمتعوا به حيت كيف ما كتشوفوا هنايا راني شاركت معكم هاد آه الحبه ديال الزيتون اللي آه قلعناهم هكايا من الشجره تبارك آه الله ما شاء الله صراحه الزيتون عطت الغله هذا العام تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك يا ربي فضل احد الغزالات ديت واحد شويه من الزيتون ديالنا اللي غادي يكفيني لهذا المهم هاد الفيديو هذا اللي غادي نشارك معكم اليوم ما. صراحه ماشي حنا اللي قلعنا الدراري اللي كيشتغلوا كي في هذيك المزرعه صراحه الله يجازيهم بخير احنا فقط استمتعنا بهذاك المنظر واستمتعنا بالطبيعه راني شاركتها معكم كنتمنى تكون هنا نلت اعجابكم واستمتعتوا معايا شويه هنايا رجعنا للدار طبعا جبنا معنا الزيتون ديالنا البنات هنايا فهاد اللحظة هادي آه راني نقيته وغسلته وزولت منه دوك الحبات اللي كيكونوا مضروبين يعني اللي آه كيكونوا هكا خاسرين آه زولناهم منه هنايا فهاد الحظه البنات غادي نشارك معكم الطريقه اللي غادي نوجدو بها آه اول حاجه غادي نبدا معكم بالزيتون آه اخضر فهاد اللحظة هادي انتما كيف ما كتشوفوا عندي هنايا آه القراده ديال القزبر وكذلك عندي الليد عندنا اه ليد ديال المهرس هو باش غادي نضربو الزيتون ديالنا حتى يتفتح معانا بالطريقة الطريقه هذه نتوما كيف ما كتشوفوا المهم كنضربو الحبه اه ديال الزيتون ديالنا بهذا الليد ديال المهرس البنات تماما حبه مورا الثانيه اه اه حتى نكملوا العدد دي اه اللي عندنا الكميه اللي عندي اه كامله ديال الزيتون المهم كنوضعوا في هذا هذا اللي حطيت اللي حتيت حتيت حدايا طريقه سهله وبسيطه بزاف الطريقه المعلومه والطريقه العاديه اللي المهم كنصيبو بها الزيتون اللي كنفلحو بها الزيتون ديالنا في هذه اللحظه غادي نستمر بهاد بنفس الطريقه حتى نكمل هذا العدد اللي عندي هذه الكميه كامله اللي عندي ديال الزيتون ثم البنات غادي ننتقل معكم نشارك معكم الطريقه اه ديال الزيتون الثاني الكميه الثانيه اللي عندنا ديال الزيتون الاحمر هنايا آه قربت نسالي هاد هاد الزيتون خضر اللي بديت معاكم في الاول صراحه المهم فضل هذه اللحظه يعني ساليت الكميه كامله كملتها هنا اه هنايا غادي ننتقل معكم باش نشارك معكم الطريقه اه اه ديال الزيتون الثاني هنا في هذه اللحظه هذه عندي يعني هاد القنينه هذه اللي غسلتها وطهرتها مزيان بالماء السخون ثم خليتها حتى شفات باش ما يفسدش لينا الزيتون ديالنا من بعد هنايا البنات هذه هي الطريقه اللي قلت لكم غادي نشاركها معكم الطريقه الثانيه المهم كنفلحوا الزيتونه ديالنا بالسكين بهذه الطريقه هذه كنديروا ليه جوج اه شريطات جوج المهم كنفلحو على جوج مرات بهاد الطريقه هادي راه طريقه سهله وبسيطه المهم انا غزلت هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل تمتلي معكم هاد العدد هاد الكميه اللي عندي كامله ديال الزيتون ديالنا ثم البيت غادي نشارك معكم الطريقه الثانيه اللي قبل الاخيره هنايا راني قربت نسالي يعني قربت نسالي هاد الكميه كامله صراحة القنينة عمرات بارك الله عمرتها فيه الخير والبركة البنات الله يجعل بركة اما بالنسبة لهاد الكمية البنات اللي شطت لينا من الزيتون ديالنا راني شرحته يعني بنفس الطريقة اللي صابت به الاول اللي وضعت في القنينة ديالنا هانتم كيف ما كتشوفوا هنا يا غادي نعمر على القرعة ديالي بالماء المعاد دي البنات ديال الروبيني ثم كنخلوه ليلة كاملة الحكم ان الزيتون يعني كيتبخر ما نحاولوش اننا نزيروا على القرعه ديالنا على القنينه آه بزاف نخلوها شويه محلوله المهم نخلو القنينه ديالنا فين تنفش شويه باش يخرج داك لي غاز اللي كيخرج من الزيتون ديالنا هنايا فهاد اللحظه هادي غادي نخوي هاد الزيتون الثاني في القنينه الثانيه بحال الاولى البنات ثم كنخلوه يبات ليله كامله من بعد غادي نرجع معكم باش نشارك معكم الطريقه آه الثانيه اللي هي آه قبل الاخيره اما بالنسبه لهاد الشويه حتى هو غادي نخلو فهاد البانيو هذا فهاد الماء آه كذلك يبات ليله كامله ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه آه الثانيه اللي قلت لكم غادي نشاركها معكم في الاول ديال لا فيديو قلت لكم غادي نشارك معكم طريقه تصدير او طريقه ديال الزيتون بجوج طرق البنات خليكم الغزالات معايا ما تمشيو فين خليكم مع اه تكملة لا فيديو ديالنا اه هنايا النهار اه الثاني هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا اه الصباح البنات اولا صباح الخير اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله الذي لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم بسم الله على بركه الله اه هنايا اه بدلت الماء الزيتون اه ديالي يعني خوينا اه اللي اه داك الماء اللي بيت فيه حتى الصباح اخويتو ليه كامل وغسلته مزيان وزولنا من ديك المرورة اللي كي يطلق كيفما كيف ما كتشوفو آه عندنا شوية الحمض هنا اللي قشرتو وزولت ليه القشرة ديالو أه باش ما يحررش لنا مهم باش ما يمررش لنا الزيتون ديالنا إلا كان هكا متوفر عندكم الحمض آه ناضج يعني الحمض الصفر آه يمكن لكم أنكم يعني تضيفوه بالقشرة ديالو مزيان آه اما بالنسبه لي انايا آه من آه ما متوفرش عندي اضطريت انني نقشرو ونزول منو حتى البودور حيت هما كيمرو هذا كيمرو الزيتون ديالنا من الافضل اننا نزولو له البودور ونزولوا له القشره الا كان الحامض آه آه هكا يخضر ثم كنضيفو منه شويه على الزيتون ديالنا صراحه انا ما كثرتش منه ما بغيتوش ان الزيتون ديالي يجيني حامض من بعد كان من بعد هنايا ضفت كل قنينه ضفت لها ثلاثه المعالق كبار عامرين أه ديال الملح ثم عمرت على القنينه ديالي أه بالماء بهذه الطريقه هذه البنات من بعد غادي أه هنايا ضفت شويه ديال زيت الزيتون على القنينه ديالنا الدور ديال الزيت زيت الزيتون زيت البنات ما كيخليش الهواء آه... انه يدخل آه... القرع القرعه يعني القنينه ديالنا باش ما يفسدش لينا الزيتون دي ديالنا من بعد ما آه... نحتفظوا به تقريبا البنات المده اللي غادي اللي غادي تكون آه... ان شاء الله كافيه الزيتون ديالنا انه يوجد معنا ونتناولوه من بعد آه... تقريبا شهر المهم آه... جوج اسابيع او ثلاثه الاسابيع ومن بعد يمكن لكم انكم يعني تحلو على الزيتون ديالكم وتستعملوه بالصحه والراحه هنايا غادي نحركو مزيان باش يندمجوا لينا المكونات اللي ضفنا على الزيتون ديالنا الحامض والملح وكذلك زيت الزيتون بهذه الطريقه هذه من بعد غادي المهم نحتفظوا على الزيتون ديالنا حتى يوجد معنا هنا يفضل اللحظه هذه غادي ننتقل معكم باش نوجد معكم التشرميله اللي غادي نضيفها على الزيتون الثاني اللي شاطلينا آه الزيتون الاول هنايا البنات عندي شويه ديال الزيتون الخضر كذلك حتى هو آه نفس الكميه اللي شاطت ليا آه من الحمر اللي شاطت ليا آه الزيتون الثاني اول حاجه عندنا جوج آه جزرات البنات اللي حكيتهم بهذه الطريقه هذه حكيتهم في الحكاكه ديال مطيشه انتم كيف ما كتشوفوا ضفتهم ثم ضفت شويه الحامض أه كذلك ما بغاش نكثر في الحامض أه بالنسبه لكم نتوما أه يمكن لكم انكم تضيفوا أه الحامض يعني تزيدوا الحامض وتزيدوا حتى آه الحرور الفلفله الحاره انا ما بغاش نكثر في الفلفله الحاره وكذلك الحامض وكذلك عندي شويه الثومه اللي أه قشرتها وقطعتها لقطع صغيره اما بالنسبه للمنسمات عندي شويه الزعتر وشويه الزعفران الحور وعندنا شويه ديال القزبريه بس مطحون وكذلك عندي ثلاثه اه الملاعق اه ديال اه زيت الزيتون بالنسبه للمنسمات البنات اللي اه ضفنا في هذه الشرميله هذه يمكن يعني لكم نتوما انكم تضيفوا تزيدوا اه المنسمات اخرين بحال مثلا الشانوج اسود حبيت البركه راه كتجي مع الزيتون مع الشرميله رائعه بزاف كتعطيها واحد النسمه خاصه اما بالنسبه للماء اللي غادي نضيفه على أه الزيتون ديالنا رحنا طهرنا البنات يعني طيبته فوق البوطه يعني أه خليته حتى طبخ مزيان من بعد ما برد هنايا ضفت ليه أه 4 ملاعق كبار أه ديال الملح ثم ضفنا وحده ديال السنيده ثم البنات في اللحظه هذه ضفت اه بعض قطرات ديال الخل على الزيتون اه ديالنا ما تحاولوش كثروا منه غير القليل فقط على البنات اه الحكم ان الخل كيهري لينا الزيتون اه ديالنا اه كيطيبوا كي في الحين اه ثم من بعد خلطنا كل شيء خلطت الزيتون ديالي مع التشرميله باش يعني يدخل اه منه التشرميله مزيان يعني المكونات اللي ضفنا ليه هنايا عندي واحد البواطه يعني هاد الغرف هذا اللي غسلته مزيان ثم مسحناه هنايا البنات في اللحظه هادي غادي نضيفو الزيتون ديالنا في القنينه ديالنا الثانيه بهاد الطريقه هادي غنضيفو واحد الكميه ثم كنبركو عليها البنات بهاد الطريقه هادي هانتوما كيف ما كتشوفو باش ما يدخلش الهواء اه ما بين الزيتون اه والقاع ديال البواطه ديالنا يعني اه ديال القرعه ديالنا كنبركو عليه مزيان بهاد الطريقه هادي باش يتزير وان شاء الله اه باش ينجح معانا الزيتون ديالنا وتنجح معنا الوصفة ديالنا أكيد غادي تنجح معكم الغزالات إلا تبعتوا جميع الخطوات اللي شاركت معكم في هذا الفيديو ديالنا هنايا ضفت واحد ثلاثة القطع ديال الحامض من الفوق هانتوما كيف ما كتشوفوا وصافي من بعد غادي نعمرو على الزيتون أه ديالنا بالماء اللي طيبناه وضفنا ليه الملح وسنيده ومعلقه ديال سنيده ثم البنات هنا غنضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون من بعد كنسدو على البوطة ديالنا بهذه الطريقه هذه بالسلوفان المهم بهذه الطريقه هذه ببلاستيك غذائي حتى نتاكدوا انه مسدود مزيان يعني البوطة ديالنا تسدت معنا مزيان من بعد كنحكموا عليها بالغلاقه ديالها ان شاء الله كنتمنا تكون الفكره نالت اعجابكم الطريقه نالت اعجابكم وكنتمنا تجربوها ان شاء الله وتنجح معكم الوصفه صراحه الغزالات انا جربته من قبل وعجبني بزاف يعني جا زوين وجبنين رائع وحبيت انني يعني نعاود نشارك معكم الطريقه غير وكان مره الاولى ضفت مع هذا الاعشاب الشانوج حبه حبه سوداء ضفتها مع هاد الاعشاب هادو مع هاد المنسمات هادو صراحه راه حتى هي كتجي زوينه مع هاد الشرميله هادي كتعطيه واحد البنه واحد يعني واحد طعم خاص صراحه وتقريبا هنايا راه ضفنا نفس المكونات والمقادير اللي ضفنا على الزيتون زينا الخضر الاول الحاجه الوحيده اللي ما ضفت هنايا هي الجزر أما نفس المكونات ونفس المقادير، عندنا معلقة كبيرة ديال الزعتر، وعندنا شوية ديال الزعفران الشهرة، وكذلك عندنا شوية ديال القزبور يابس مطحون، والفلفل الحارة، وكذلك شوية الحامض، جوج ملاعق ديال زيت الزيتون انا الحروره البنات ما بغيتش صراحه نكثر منه حيت كيجي حار وانتم كيبقى لكم الاختيار لعشاق الحروره يمكن لكم انكم تضيفوا الفلفله هكا هي اربعه الحبات او خمسه الحبات مع هذا الزيتون المشرمل هذا وكذلك عدة الثومه حتى هي اللي قطعناها قطع صغيره وضفناها هنايا يعني من بعد ما عمرت على اه الزيتون ديالي بالماء اه ضفنا شويه ديال زيت الزيتون اه من الفوق على القنينه ديالنا ثم حكمنا عليها بهاد المهم بالطريقه هذه بالسلوفان الغذائي بحال الطريقه نفسها الطريقه الاولى بعد ما حكمنا على القنينه ديالنا على البواطات ديالنا مزيان يا البنات غادي نحركو باش ندمجو لينا العناصر والمكونات الضفنة ثم الغزاله كنحتفظوا على الزيتون ديالنا اللي شرملناه وشاركتو معكم بنفس المده المدة الممكنة أن الزيتون ديالنا يكون واجد معنا تقريبا أسبوعا أو ثلاث أسابيع الغزالات ثم كتستعملوا يعني كتناول الزيتون ديالكم مع جميع الأكلات ديالنا اليومية البنات هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو ديالنا ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله علاش لا تعم الفائده اما بالنسبه للاستضافة القناه ديالي ما ينساش الاشتراك واللايك وشي كومونتير هكا زوين بحالكم الغزالات خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته